نعم بالتأكيد، يعني عندنا الحالات يعني بصراحة يقسم إلى المايلد مودريت سيفير وفيتال، يعني حالات خفيفة متوسطة شديدة وقاتلة. بالتأكيد هنالك أعداد هائلة جدا أصيبوا بالفيروس خصوصا في الصين وفي أوروبا الآن، ويمكن أن تظهر عليهم أعراض بسيطة جدا خصوصا الفئات الشابة اللي لديها جهاز مناعي قوي. هؤلاء بالتأكيد يتجاوزون هذا، بل ويمكن أن تتولد لديهم أجسام مضادة، يعني يحصل لديهم ما يسمى بالمناعة، ونتمنى أن تحصل هنالك مناعة مجتمعية. الحالات الشديدة والحالات الحرجة بالتأكيد تكون أكثر لدى كبار السن الذين لديهم أمراض مزمنة أو لديهم مشاكل جدية في جهازهم المناعي، أو لا سمح الله المرضى اللي يتلقون علاج الكيميائي أو الإشعاعي، أو المرضى اللي يتلقون جرعات عالية من الكورتيزول لأسباب مناعية أو لأسباب زراعة أعضاء. بالتأكيد هاي الفئات الهشة يمكن حمايتها. وتعلمون حضراتكم اليوم خريطة انتشار الفيروس في العالم كله. بالنسبة للعراق، وزارة الصحة والبيئة منذ اليوم الأول لانتشار هذا الفيروس في الصين اتخذنا إجراءات، شكلنا خلية أزمة، منعنا السفر إلى هذه البلدان الموبوءة، اتخذنا إجراءات في المنافذ الحدودية، إجراءات لتقليل الاختلاط وتقليل التجمعات البشرية، اتخذنا إجراءات تعقيم وتعفير ساهمت إلى حد كبير في تأخر وصول الفيروس إلنا. لكن تعلمون حضراتكم بأن هنالك بؤرة أصبحت قريبة من حدودنا، وهي البؤرة اللي حصلت في الجمهورية الإسلامية في إيران، توافد العراقي لأغراض الزيارات الدينية، لأغراض اجتماعية، لأغراض تجارية. بالتأكيد حركة التبادل التجاري هي كبيرة جدا، وعلاقتنا مع إيران مختلفة تماما. هذا أدى إلى انتقال سلسلة الفيروس إلى العراق، ومن ثم بالتأكيد إلى أكثر من دولة أخرى. هذا أساسا يعني واحدة من الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار هذا الفيروس. وتعلمون حضراتكم بأن الفيروس يمر بما يسمى بالجينيتك ميوتيشن، أي بتحولات جينية. سلسلة انتقال الفيروس هدفها الحقيقي هو الإنسان، وعليه إذا ما استطعنا أن نكسر سلسلة انتقال الفيروس نكون قد ضمننا تقليص مساحة انتشار هذا الفيروس. استراتيجية وزارة الصحة والبيئة من خلال لجنة الأمر الديواني 55 اللي يشرف عليها دولة رئيس الوزراء ويترأسها معالي السيد الوزير، وبالتأكيد كل الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مساهمة فيها. هذه استراتيجية تقوم على أساس كسر حدة انتشار هذا الوباء، والخطوة الثانية هي محاصرته، والخطوة الرابعة هي محاولة القضاء عليه. هذه هي الاستراتيجية ذات صفحات ومراحل متعددة.